اهلا وسهلا بيكم في الحلقه الرابعه من السيناريست. اللي اول مره يتفرج علينا يا ريت يرجع يتفرج على الحلقات اللي فاتت اللي اتكلمنا فيها عن البدايه والوسط والنهايه والصراع والتصاعد. اتفرجوا بقى. النهارده هنتكلم عن الشخصيه. الحدوته اللي بنحكيها من خلال السيناريو هي حدوته فيها مجموعه شخصيات، كل شخصيه من دول لازم على قد ما نقدر نخليها شخصيه من لحم ودم. ازاي اقدر اخلي الشخصيه بتاعتي شخصيه حقيقيه؟ انا راكب ده. في اربع حاجات لازم ابنيها كويس وانا بعمل الشخصيه بتاعتي. الابعاد الثلاثه وتاريخ الشخصيه. الشخصيه ليها بعد مادي وبعد اجتماعي وبعد نفسي. البعد المادي هو شكل الشخصيه، طويل ولا قصير، تخين ولا رفيع، عجوز ولا شاب، طويل ولا قصير، اسمر ولا اشقر، شنب ولا من غير شنب، بين البنين، عمر الشخصية، التوصيف الجسدي للشخصية، وأي مميزات جسدية ممكن تفيد شخصيتي. عنده مرض ما، بيعاني من إعاقة ما، في حاجة مميزة في شكله، أي حاجة ليها علاقة بالشكل وبتخدم الشخصية بتاعتي دراميا فهي جزء من البعد المادي للشخصية. عندي بعد كده البعد الاجتماعي، الشخصية اللي عندي دي مستوى تعليمها إيه؟ من أنهي طبقة في المجتمع؟ عايشة فين؟ وحيد ولا ساكن مع أسرته؟ متجوز ولا عازب؟ وحيد باباها ومامتها ولا ليها إخوات؟ يتيم ولا ابوه وامه عايشين؟ متربي في ملجأ ولا متربي في بيت عيله؟ بيشتغل ولا عاطل؟ انا ما اعرفش بيه، انا لو اعرف اقول على طول. كل الحاجات اللي ليها دعوه بالشكل الاجتماعي وعلاقه الشخصيه ديت بالمجتمع اللي هي عايشه فيه هي البعد الاجتماعي للشخصيه. يفضل عندي البعد النفسي، بيحب ايه؟ بيكره ايه؟ بتخاف من ايه؟ في البعد النفسي انا ممكن جدا اشتغل على التركيبه النفسيه للشخصيه، لو عنده امراض نفسيه، ده جزء من التكوين النفسي. انا شخصيا ما عنديش اعماق، ولو كان عندي اعماق ما اخبيش فيها رغبه مكبوته، اخبي فيها رغبه مطبوخه، رغبه مشويه، رغبه محمره. بعد ما بدي شخصيتي الابعاد الثلاثه بتاعتها الماديه والاجتماعيه والنفسيه بعمل حاجه اسمها تاريخ الشخصيه. تاريخ الشخصيه هو قصه هذه الشخصيه من اول ما اتولدت لغايه اللحظه اللي بقرر احكي فيها حدوتتها في السيناريو اللي بعمله. طبعا الموضوع يبان كبير جدا، اكيد انا مش محتاج اكتب يوميات الشخصيه ديت من يوم ما اتولد لغايه النهارده، لكن محتاج اركز على التفاصيل المهمه في حياه هذه الشخصيه اللي هتخدم الحدوته بتاعتي. ناخد مثلا على ده، هختار الشخصيه بتاعتي واحده ست وهديها اسم زينب. البعد المادي لزينب ست عجوزه في السبعينات من عمرها، مريضه بالضغط والسكر، جسمها مليان رغم سنها الا ان شكلها بيدل على انه في يوم من الايام كانت فتاه جميله جدا. البعد الاجتماعي للشخصيه هي ارمله، عندها ولد وبنت ما شافتهمش يمكن من اكتر من 6 سنين لان كل واحد فيهم متجوز وعايش في بلد تانية. هي مقيمه في ضاحيه من ضواحي القاهره، ساكنه في دور ارضي اتحول مع الزمن لانه بقى بدروم من كتر ما الطريق قدامه بيترفع. تعتمد احيانا على بعض المعونات اللي جيرانها بيدوها لها في شكل ودي. البعد النفسي هي ست يبان عليها دايما الرضا، في شبح ابتسامه خفيفه على وشها، محبه جدا للناس وبشوشه وبتعامل الناس بلطف، ما بتحبش الكلام الكتير لكن ممكن تهزر لوقت قصير وبعد كده تنهي الحوار بسرعه، لكن لما بتقفل عليها الباب ومبقاش في حد شايفها هي ما بتعملش حاجه غير ان هي بتعيط. دي التلات ابعاد للشخصيه الكئيبه اللي عندنا. ده انا جسمي انت بيت القشعريره. ايه بقى تاريخ الشخصيه؟ تاريخ الشخصيه دي انه زينب اصلا مش من القاهره، زينب من قريه من قرى الصعيد، اتجوزت ابن عمها من فتره طويله جدا وجت معاه للقاهره لما كان جاي يدور على شغل. في الاول كانت وحيده جدا ما كانش ليها اي علاقات، لكن قدرت ان هي تعمل علاقات مع سكان المنطقه اللي هي قاعده فيها اللي اتنقلت ليها مع جوزها، علشان كانت بتفكر طول الوقت ازاي تعمل مشاريع صغيره جنب شغل جوزها تسنده بيها، مره تعمل جمعيه، مره تعمل كشك صغير تبيع فيه سجاير وحاجه ساقعه وحلويات. جوزها وقع في يوم من الايام وما بقاش قادر يكمل شغل. عيا جوزها استمر فتره طويله وعلاجه استنفذ منها فلوس كتير جدا، الاب بيتوفى والابن في ثانوي والبنت في الاعداديه، الابن بعد ما بيخلص الثانويه بيخش الجيش، بعد كده بيدور على شغل وبتجيله فرصه انه يسافر لدوله عربيه، وهناك واحد من معارفه كان بيدور على عروسه فعرفه على اخته وتم المراد واتجوزت هي كمان وسافرت معاه. زينب دلوقتي عايشه لوحدها، وعشان زي ما قلنا زينب ما بتحبش قوي تحمل على الناس فما قالتش لولادها ان هي عيانه، وبالتالي الولاد كانوا بيسالوا عليها من فتره لفتره بعيده جدا. جزء مهم جدا من تاريخ الشخصيه عند زينب انها وهي صغيره كانت بتقعد كتير جدا مع جدتها، جدتها تحكي لها حواديت اسطوريه وشعبيه من حواديت الصعيد. زينب حفظت الحواديت دي كويس وكانت بتعرف تحكي كويس كمان، وياما حكت لابنها وبنتها حواديت وهم صغيرين من الحواديت اللي سمعتها عن جدتها. انا الحدوته عندي بتبدا من يوم في واحدة جارة زينب
بتسيب بنتها الصغيره عند زينب في البيت عشان هي رايحه مشوار مهم وراجعه تاني. البنت بتحرق وتفرق كتير في البيت، بنت صغيره وعايزه تكتشف الحاجات، فضوليه جدا. فزينب عايزه تقعد البنت ومش قادره عليها لان زينب تعبانه، فبتقرر تحكي لها حدوته من الحواديت اللي كانت بتسمعها عن جدتها. بسم الله الرحمن الرحيم. اطفالنا الاحباء، انا عايز اتكلم للاطفال من سن سنتين ل 47 سنه. الحدوته اللي زينب بتحكيها هي حدوته اصلها حدوته شعبيه، لكن اثناء ما بتحكي بتدخل جزء من حياتها جوه الحدوته اللي بتحكيها للبنت. هي دي اهميه تاريخ الشخصيه، انا مش لازم احكيه كله وانا بقول الحدوته بتاعتي، مش لازم كل حاجه انا كاتبها تبان، لكن هي بتفيدني انا في اني اعرف الشخصيه هتعمل ايه بالظبط. ناخد مثال على ده، فيلم مستر كاراتيه. كده انت بقيت مستر كاراتيه. مستر كاراتيه؟ ايوه. صلاح اللي بيسيب قريته وبيجي القاهرة عشان يشتغل سايس في الجراج بدل ابوه اللي مات. ايه البعد المادي لشخصية صلاح؟ شاب في اخر العشرينات، جسمه متناسق، ملامحه ريفية، لهجته لهجة ريفية برضه. طيب البعد الاجتماعي، هو من قرية تبع المنصورة، هو اللي بياخد باله من امه واخواته لان ابوه مسافر القاهرة بيشتغل، حاصل على تعليم متوسط، فقير الى حد ما، عازب طبعا، علاقاته باهل قريته كلهم علاقه كويسه جدا، ملوش اصدقاء كتير بالمعنى المفهوم لكلمه اصدقاء مقربين. بعده النفسي، هو شاب طموح جدا، ثقته في نفسه مش كبيره، عاطفي جدا وحساس لكن ما بيقدرش يعبر عن مشاعره. شه ذكي وعنده سرعه بديهه. انا رأى صلاح عبد اللطيف من مباحث رئاسه الجمهوريه. مباحث؟ مباحث بس انا متذكر عشان في مهمه رسميه. عنده اعتداد بنفسه وعزه نفسه وكرامه، عنده مبادئ ما بيتنازلش عنها تحت اي ضغط. مثالي الى حد كبير. تاريخ الشخصيه بقى انا اقدر استنتجه او اتوقعه وانا بتابع الاحداث، زي مثلا اهتمامه بانه يلعب كاراتيه، وارد جدا يكون عنده اهتمام بالرياضه من وهو صغير ولما كان في المدرسه كان بيلعب رياضه. حبه للافلام احتمال يكون برضه متعلق بالسينما، بس كان بيشوف الافلام بس اللي بتيجي في التلفزيون، علشان كده اول ما لقى فرصه انه يشوف افلام او انه يطلع على عالم جديد من الافلام كان متشوق جدا ومتلهف لده. طبعا دي استنتاجات احنا بنستنتجها من خلال رؤيتنا للفيلم، لكن لما اكون انا بشتغل على شخصيه عايز اعمل بيها سيناريو فلازم اكون عامل الحاجات دي كلها. في حاجه مهمه بقى بتحصل في الشخصيه اثناء ما انا بكتب السيناريو، انا بكون محدد البعد المادي والاجتماعي والنفسي للشخصيه عند بدايه الاحداث. لما بتبدا الاحداث تحصل بيبقى عندي صراع ويحصل تصاعد، الابعاد الثلاثه دي حاجات كتير منها بتتغير لان شخصيتي بتتغير اثناء الاحداث. في فيلم مستر كاراتيه صلاح بيتعرض لحادثه وبناء عليها بيصاب في رجله وبيركب مسامير وبيكمل بقيه الاحداث وهو بيعرج. هنا العرج بقى جزء من البعد المادي للشخصيه، جزء ما كانش موجود في بدايه الاحداث لكن حصل اثناء الاحداث وبقى ملازم للشخصيه في بقيه احداث السيناريو. جزء من البعد الاجتماعي بتاعه ان هو كان عايش في القريه، لكن كل احداث الفيلم بتبقى وهو عايش في المدينه، وهنا البعد الاجتماعي جزء كبير منه بيتغير. البعد النفسي مثلا ان هو ما بيعرفش يعبر عن مشاعره بشكل كويس، بيتغير اثناء الفيلم وبيقدر يعبر للبنت اللي بيحبها عن حب. انا شنبي اصلا ما اعرفش اقول الكلام المزاج بتاع مصر ده. ممكن نطبق ده على كل الشخصيات اللي موجوده في الفيلم. تعالوا نعمل التمرين سوا بتاع كل حلقه. في اول حلقه كان عندنا ولد صغير بيسرق عجله، وفي ثاني حلقه كان عندنا بنت عايزه تثبت لاهلها ان هي شخصيه مستقله. فكروا في الابعاد الثلاثه لكل شخصيه من دول، البعد المادي، البعد الاجتماعي، والبعد النفسي، واعملوا تاريخ لكل شخصيه منهم. نتقابل الحلقه الجايه في السيناريست.